استخدام اللينك داخل الاكسل. عندنا هذا المثال راح نوضح فيه كيف راح نستخدم اللينك داخل الاكسل. فعلى سبيل المثال انه عندك نظام معين في الاكسل لإدارة مبيعات، وهذا النظام طبيعيا راح يحتوي على مجموعة من الشيتات. فعلى سبيل المثال انه عندك شيت خاص في إدارة المبيعات، شيت خاص في إدارة المشتريات، وشيت خاص في إدارة العملاء إلى آخره، يعني من الشيتات. وعندك الشيت الرئيسية اللي هي تريدها انه توديك الى الشيتات الاخرى بدون انه تضغط على كذا كذا. على سبيل المثال عندك فد 30 شيت او اكثر، فانا اريد ارتب هذه الشيتات واضعها في الشيت الاول بحيث انه لدي على سبيل المثال كأنما زر معين بوتن، لما اضغط على هذا البوتن راح يبعثني مباشرة الى الشيت المعني. فلما اضغط على ادارة المبيعات راح يرسلني مباشرة إلى شيت 2 وهكذا. هذه هي الفكرة من اللينك. فأنت هنا لازم تستخدم اللينك قبل ما تدخل في عملية البرمجة باستخدام الـ VBA. أوكي، فاستخدام اللينك جدا بسيط. إنه عندك هذا عبارة عن راوند ريكتانجل، يعني شيب أنظفته من استخدام الشيب. أوكي، راوند ريكتانجل يعني إدراجة طبيعيا تدرجه بهذا الشكل وتكتب به النص اللي أنت تريده. أوكي، لما تذهب على Insert إلى Links، أوكي، في علامة الكرة الأرضية، فراح يقول لك إنه Add the Hyperlink، أو إنه تضغط مباشرة على Ctrl زائدا K كاختصار للإضافة. لما تضغط على Link فراح تظهر لك هذه القائمة، وراح يسمح لك بأربع عمليات، إما إنه تضيف ملف معين أو إنه تضيف صفحة ويب. وراح تلاحظ في جزئين، الجزء اللي هو Text to Display، هذا النص اللي راح يظهر للمستخدم او الك، وعندك الادرس اللي راح تضيفه. اوكي، لاحظ الان انه الادرس اللي جه هنا والتكست راح انت تضيفه طبيعي. ايضا يسمح لك انه تضيف الشيتات اللي احنا راح نطبق عليه مثال. الان لاحظ انه في السيل ريفرنس، في السيل ريفرنس مطيك عدد الشيتات، تقدر تختار الشيت المعنية وتضغط على اوكي فراح يدرجها لك بصورة مباشرة. وايضا هنا تقدر تايب او ذا سيل ريفرنس مباشرة إلى الخلية المعنية. أيضا يسمح لك أنه تنشئ Create New Document، Document Excel جديد، وتعمل له لينك، وتستطيع أنه ترسل هذه الأشياء باستخدام لينك معين، ترسل هذه الأمور باستخدام إيميل أدريس. أوكي، إحنا راح نطبق في مثالنا الآن عن Place in this document. معنى ذلك أنه أنا عندي هذه الشيتات وأريد أنه هذا الأزر أو هذا Rounded Rectangle يرسلني مباشرة الى الشيت الخاص في مثلا في إدارة المبيعات او إدارة العملاء. فالان عندي إدارة المبيعات هي الشيت الثاني، فحدد الشيت الثاني. فالان اوكي يعني اضافك الى الشيت الثاني. نطبق هذا العمل على باقي الشيتات. عندنا شيت 3 كإدارة المشتريات، إدارة العملاء في اللينك، في الشيت 4. اوكي، الان كملنا في عملية اضافة اللينكات الى هذه الراوندد ريكتانجل. الآن لاحظ لما أضغط على إدارة المبيعات فراح يرسلني إلى صفحة إدارة المبيعات. أيضا تستطيع أنه تضع هنا عبارة عن زر، زر راح يرجعك إلى الصفحة الرئيسية. أوكي، فتضيف مثلا على سبيل المثال شيب، وهذا الشيب مثلا تجعله على شكل دائرة معينة، وتكتب هنا الرئيسة مثلا. هذه الرئيسة اللي هو إيش، خلينا نكبر الخط إلى مثلا هذه الرئيسة اللي هو راح يرسلك إلى الصفحة الرئيسية. بنفس الطريقة السابقة نذهب إلى Insert إلى اللينك، راح نقول له هنا إلى شيت 1. الآن لاحظ لما يضغط على الرئيسة يرجع إلى الصفحة الرئيسية، وهذا الشيء يطبق على جميع الشيتات. إدارة المبيعات أيضا تقدر تضيف هنا زر يرجعك إلى الصفحة الرئيسية، إدارة العملاء وهكذا. هذا بالنسبة لعملية استخدام اللينك، وعملية استخدامه جدا مهمة في عملية الترتيب الشيتات مثلا، أو إرسال أشياء معينة، أو فتح ملفات معنية.